عندنا مثل يقول كبروها وهي تصغر، ويبدو هذا هو المبدأ السائد حاليا بكردستان مثل ما راح نشوف هسه. ايش راح نشوف مثلا؟ راح نشوف هاي المفاجأة، اليكتي يعلن البيان رقم واحد عن الأحداث بعد ما كان ساكت يومين. شنو البيان؟ البيان هو إعلان عن تشكيل شيء اسمه اللجنة العليا لقوات كردستان، وهاي اللجنة تتكون من البيشمركة والأسايش ومكافحة الإرهاب والشرطة وغيرها من المؤسسات، ومهمتها العاجلة هي إفشال المخطط التآمري على الإقليم. تطور مهم مو؟ نعم جدا مهم، لأن الانتفاضة مركزها السليمانية، واليكتي بالذات أكو هواي علامات استفهام حول مواقفه السياسية وتحالفاته، خصوصا بعد سالفة كركوك. بس هسه مو وقت تحليل، خلونا نشوف البيان شو يقول. البيان مبني على فكرة أنه شعب كردستان يمر بمنعطف سياسي مصيري، والمؤامرات بالمنطقة واضحة ضده، ووحدة من هاي المؤامرات هي إبقاء الحصار الاقتصادي على الإقليم من أجل عدم معالجة مشكلة رواتب الموظفين. بعدين قال أنه حكومة كردستان عندها مئات الوثائق اللي تثبت أنه مجاميع هواية جاي تستخدم السلاح وتحرف مسار التظاهرات السلمية نحو الهاوية. بالتالي الاتحاد راح يسخر كل جهوده حتى يحبط هذا المخطط. بعد أكو شيء بالبيان؟ إي أكو إشارة مهمة لإغلاق قناة الـ NRT واللي اتهمها البيان بالتحريض على العنف، وهذا معناه أنه اعتقال شاسوار عبد الله قرار يكتي، واللي يأكد أن هالشيء أنه محافظ السليمانية اللي هو من قوران نفى علاقة السليمانية بأمر الاعتقال. عدا هذا البيان المغري بالتحليل، التطورات الباقية هم تشتغل بنفس المبدأ، كبروها وهي تصغر. مصعد التظاهرات مثلا علق للطابق 19، الضحايا زادوا وحضر التجوال شمل الإقليم كله. حكومة بغداد لقيتها فرصة تهدد علنا بالوقت اللي استقال يوسف محمد من رئاسة برلمان كردستان، وانسحبت قوران والجماعة الإسلامية من حكومة نجيرفان بارزاني، بمعنى أن المناوئين لحكومة الإقليم سواء الشعبويين من جماعة الجيل الجديد أو التقليديين من قوران والجماعة الإسلامية جاي يصعدون يومية طابق وصولا لسطح البناية اللي لازم تشهد سقوط طرف من الأطراف. بالمقابل أصحاب الحل والعقد المسيطرين على الحكومة ومؤسسات الإقليم سواء اللي بأربيل أو السليمانية لقوا نفسهم في مباراة مضطرين يلعبوها للنهاية، لهذا استلموا المبدأ كبروها وهي تصغر، وبدل ما يهدون صعدوا وخطابهم احتد، والأهم من هذا بدوا يلملمون نفسهم ويتوحدون بعد الهوة اللي تسبب بيها تسليم كركوك. واللي راجع بيان اليكتي أكيد يشم رائحة تغيير بالموقف، وهذا مو بس ينسف فرضية أن يكون اليكتي مدستر هوية بغداد من أجل إنهاء دور أربيل، لا بل يأكد أنه انسحاب قوران من الاتفاق الاستراتيجي ويا اليكتي اللي وقعوا المغفور لهما مام جلال وكاكنا شروان دليل واضح على عودة الحياة للاتفاق الاستراتيجي بين اليكتي والبارتي، ونسيان الخلافات والخيانات، لأن الأولوية اليوم لأمن كردستان وسلامة كيانة الدستوري، وكأنه شاسوار عبد الواحد وجيل الجديد وفر الصعقة اللي صحت الحزبين على زمانهم. ونروح ونرجع للمبدأ كبروها وهي تصغر. صحيح المعطيات مرات تتناقض بس مو مشكلة، المهم السالفة تكبر، هذا هو الحل الوحيد، كبروها وهي تصغر وبهالرقبة.